برافو جوري، اهلا وسهلا بمتابعينا الجداد. كنرحب بكم وكنرحب حتى زعما اللي قدام، زعما بغينا نرحبوا باللي يلا دخلوا، اللي يلا دخلوا. بزاف اللي تواصلوا معايا في الانستغرام كيقول لي رجينا شفنا غير اليوتيوب ديالك وعرفنا بلي عندك انستغرام، كاين اللي كيقول لك احنا جينا من انستغرام. عموما كنرحب بالجميع والله يحفظكم ليا ويسعدكم على حبيبين ولا طبعا وداد طبعا الاقربون اولى بالمعنى ولا تمر العائله تمر ولا عائله. حتى نقول لهم مرحبا بكم جميعا، ربي يخليك، شكرا بالنيابه على عازمكم على الغداء على سندوتشات هذه. انا عازم كلكم على سندوتشات هذه. يقول عندكم هو بغى الحريره. الحريره فقت في الصباح وطيبتها جلقاها موجوده، وانا وداد شاينا غير سندوتشات ديال الطون. هما ما عندهمش الثقافه ديال الطون لا والله عندي انا نقول والله حنا عندنا سندويشات الطون الحرور قديمه، ايامات الدراسه، ايامات الصور، ايامات سندويش قد هكا ياك كان قد هكا انت ما تعقليش انت. المهم نص ديال هادي، نص ديال هادي بدرهم بدرهم لا معقلاش. كان واحد الراجل كان كيجيب واحد العربيه قدام الباب ديال المدرسه، كيجيب وكيجيب معاه صحن فيه التونه وصحن فيه البصله وصحن فيه هذا الزيتون مقطع والشطه حار. كيصايب كاين سندويش ديال درهم، كاين ديال درهم ونص. طبعا دائما كناخذوا هذه الدرهم هادو نجمعوا ديك الدرهم هادو تكون عندنا هذيك الدرهم. راه اللي شرا داك السندويش راه هو واو، ويبيع لك كاس صغير فيه المناظر، ما حنا هذيك الايام بنص درهم. وفي الاعياد، في الاعياد راه باقينا نرجعوا هذه القضيه هذه، رجعوها ديال يبيعوا الكاس ديال المناضة تا هو يبيعوه بدرهم، السندويتش يصايبوه لك بدرهمين. صراحة بقيت كانت هي ما زوينة وحق الله. دابا انا كنهضر حاطة كاس ديال العصير ناضو كيشرب، كيقول لك لا ما ديريش ليا ها كيشوف عندي شي حاجه بحال دابا مثلا السندويش، قال لك لا بلا ما ديري من السندويش لحقاش التونه شنو كدير؟ مامي 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 بالنسبه لي انا بالنسبه واو حلو مثل اللحم. هي دكتور قال لي ما تاكلها عشان يدير لك اسد نقرس، فهمتي؟ بس شهر وارجع شهر وارجع اكلها، بس الحقيقه عجبتني ندورها بالشوفان هذه لذيذة جدا. ما حطيتش فيها الطحين ابدا. احسن شوفان حلو صح الحريرة ما كندورهاش انايا بالدقيق، كندورها بالشوفان. جربوا الشوفان وشوف، كتجي خفيفة وكيجي طعمها زوين حتى ما كتبقاش ثقيلة لك في المعدة، كتجي زوينة والله. الحريرة كان عمير ما عدوش معاه، ولكن ما فطرت فيه الحريرة مع الوقت مع الوقت كل شيء يمشي كل شيء. جاب كسكسو ما كنتيش كتحملو، بس هي مشكلتها الحريرة في الحر مشكلة. ما تصلحش في الحريرة، ما تصلحش في الحر. سخن الجسم بطريقة مو طبيعية. لا أصلا عرفتي علاش صايبنا السندويتشات؟ كنا باغي نزيدو عليها شوية ديال الفريز نهطر البحر. أحسن مشكلة عشان تاكلونها، ولكن عمير مع الصاد ما كيحملش يخرج ما كيحملش يخرج. ها انا وداد كنهزو البنات كنمشيو للبحر، هو ملي كنمشيو حنا ملي كنبغيو نمشيو شنو نقول؟ ما سير ما مشيش معاك. لا وصلت الخمسة ولا ستة كنتو مجيتي معايا، شكرا ما داريش معايا. داك النهار حتى قال لينا لا ما مشيش، مشي في هذا الحر هذا. لا وصلت الصين يمكن الصين مات خمسة ونص تبعنا اللي ما نمت وزقتي وتبحرتي مية. ولكن ذاك النهار كان الجو زوين، ها كان الجو برد من هذا سبحان الله. راه اسبوع باش مشينا للبحر، كان البحر زوين، دابا الجو سخن سخن بزاف، على نهار على نهار كيزيد يسخن الجو. زعما الناس اللي كيعشقوا الصاد تعالوا الامارات وباقي ما جاء ثمانية
مسكين الحر حلو. الشمس صحيه. انا ما احب الحر برا، لكن جو الحر يساعد جسمك يتخلص من اشياء كثيره. دائما برد 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 ترى يكسر العظام. طبعا. فحلو الجو اللي يتقلب ما بين الحر. شوفوا هنا الجو حار. سبحان الله. الامارات مو من ملاش، مو من ملاش ابدا. على فكرة لقيت لكم مكان حلو، مكانين. قولوا الله. نروح هنا في الويكند هذا أو الجاي. في دبي. جديدة تماما، ما قد رحناها. فيها ألعاب، فيها. نبغى ألعب. مكان حلو، تبغى تلعب يمكن؟ إن شاء الله. ما بروح، بطلت، أي طالع. في راسكم والله البلاش أقسم بالله. إلا مني كنمشي بحال هكا تجوا لي ولقيت شي ألعاب. مني كنمشي نمشي للقناة العالمية. كنبغي نمشي نلعب كي ولي عمري 16 واش تكبرتي باقا كتلعبي فنقول لي لا انا على اللعب ما كبرتش صح كنكبروا على شي حوايج ولكن على شي حوايج ما كنكبروش عليها انا كبرت ما ورا عمري قلتها ما قلتهاش مي ملي كتبان في هذيك اللي كدور طويل كبيره هذيك ما عرفتش كبرتي عشان المصيبه هذيك قال لي واش تي بعقلك باغا تركبي في هذيك وهذيك غيركبوا فيها الصغار عمير ما كيكبرش فيها الصغار هذي خذيها من النقطة الإيجابية أيوة. خاف عليك بالفعل مش شوي والله شطلعت قبل ما نكون شوي سنت قبل ما نحمل بجولي شوي سنت تذكر هذيك اللي قلتي أنا ما فهمتش كيفاش تخليتك طلعت مامي 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 الحصان حلو طلعت واحد اللعبة يا بنات شوفوها تخلع والله إذا تخلع انا بصراحه اشوفها بعد اش خلع الملاهي هذه اخاف منها اي صراحه انا شفت حوادث قدامي صار كوارث اللي كسر ظهره اللي قاعد يكسر رجوله فتره في الزمن ليش الواحد يدمر نفسه ولكن والله يسع مسعف فيها مغامره فيها الادرينالين اللي يتحرك شويه كتحس براسك راك رجعت ورا في الطفوله والله بالاخص ملي كتطلع في شي لعبه وكتبقى تغوص حسنك مجنون ملي كتطلع في شي لعبه كتبقى تغوز وكتجي كديك كتحس بديك قلبك كيتهز والله حتى كتكون واعره صراحه ما جربتيها ولكن انا ما كنغوتش الا خفت بزاف كتصدمي كنتصدم كتجيك اللقوة لا لا عمير خاصك تجرب تلعب وتشوف مبارك من داك العصير خويتي والله جا خويتي داك العصير دوق دوق هذا دوق دوق هذا اللقمه والله ما فيهاش التونه فيها لا بذوق انا حاجه ثانيه وانت ذكر فيها الطون وقت ما باغاش وليد باغاش حيت قلت له دزوي خليه لاحظ صغير دابا قول لي انا المكان فين كاين هذا اللي غتديني ليه مفاجاه قلت لك انا واحد المكان واعر كاين في ابو ظبي وتقلت لي اسم المكان هذا اللي باغا تديني ليه قولي وانا نقول قولي الاسم ونقول لك لا قولي الاسم اللي غنمشيو ليه ونقول لك الاسم يرقص شفتي كيفاش يرقص الحصان بنتي كتموت على على لا بقول تقولي لي خلاص خليها كل واحد يتهرب من الله يتواعر ذاك المكان شوف الحق مفتوح ولا مقفل هو لا فيه مسابح وفيه اذا مفتوح ما بروح بس حق موت وفيه البحر وجع البحر البحر الحين مستحيل اما اذا مول مغلق وفيه تكييف بغيت لا اسمحي لي ورا لا بغيت المولات راه طلع المولات بس الصيف مولات كله سال بحر زين يعني الساعة 5:30 تروح شوية البحر أو الصباح بدري الساعة 6:30 تكون في البحر ما عمرك تبحرت في بحر ديال أبو ظبي؟ لا واعر بحر ديال أبو ظبي واعر والله حتى كندوي بحالك واخا كيشوف فيا والله حتى بصح والله حتى بصح مالك كيف واعر زوين شنو قاسم زوين
وين شفته؟ وين شفته؟ شفته بفيديو. لا لا والله شفت صح واحد السيده مشات ليه. تعرف هذيك سونيا؟ هي اللي مشات له. واه ديك البلاصه اللي ديك البلاصه اللي صورها الصراحه عجبتني. ايوا المهم مش كتروش بالطونه كليكم عميره كتطلع النقرس ياك سميتو النقرس النقرس يوريك اسد يوريك اسد النقرس كل واحد اش كيقول مرحبا باللي تابعنا احنا بنرحب بهذا الفيديو صراحه انا والله لا درتش نرحب بالاولين اللي موجودين وتنشطوا معنا من جديد اي والله والله يسعدهم جميعا امين يا هذا المتابع المخلصين صراحه انت عندك متابعين ما دول لقيتيهم ما شاء الله بسم الله عليهم بسم الله عليهم قل هو الله احد قل هو الله لا اله الا هو لا اله الا هو الحي القيوم بسم الله عليهم بسم الله عليهم بسم الله عليهم لا لا صدق والله صراحه متابعين ديالي انا يا ما شاء الله تبارك الرحمن والله ما تنقولها وانا كنافق ولا كنقولها الحق زعما كاينه السوشيال ميديا واضحه جدا صراحه الله ناس كيحبوني قليل واحد الفئه قليله ليا قليله 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 محسوبين محسوبين صح مش الاغلبيه هم والله يالله انا نشوف الرسائل تجيني غيرها شوي تجيني غيرها شوي ونشوف التفاعل قال لي ما شاء الله تبارك الرحمن قال لي وكتبقى تحاول تحرك الكاميرا قال لي ما شاء الله تبارك الرحمن قال لي عندك واحد المتابعين والله الا بسم الله عليهم فعلا بسم الله عليكم والله كتبغوني من القلب لا ديال الانستغرام ولا ديال اليوتيوب الصراحه الله الله يسعدكم والله يوفقكم والله يحفظكم ويرزقكم كل ما كتمنوا ان شاء الله ونتلاقاو في شي لا فيديو جديد انا درت هذا غير باش نرحب بكم ونشوفكم على خير ادعموا الفيديو اشتركوا القناه الله يحفظكم ويسعدكم لايك لايك ما تنساوهاش